بس انا كمان عاجبني في مهرجان العالمين السنه دي ومنطقه البحر الابيض المتوسط هنا في مصر. بصي انا بحب البحر في كل مكان، بس دايما كنت تلاقي السياحه بالذات الاجنبيه مركزه في البحر في البحر الاحمر. الأحمر سحبنا السجاده، او مش معنى سحبنا، هيبقى في توازن بقى اللي هو لا احنا عندنا كل حاجه، انت عاوز البحر الاحمر بالشعب المرجانيه بالغطس بالطقس والمناخ بتاع منطقه البحر الاحمر موجوده بقى، كمان عندنا سياحه البحر المتوسط، مارينه اليخوت اللي موجوده ده هي دي صناعه مهمه جدا طبعا. جدا، كل الدول الميديترينيان او مواني البحر الاحمر الابيض المتوسط بتستفيد منها، واحنا كنا بنتمنى نوصل للنقطه دي. فلا انا متحيزه شويه للبحر الابيض المتوسط الفتره دي. وانا كمان الحقيقه، خصوصا انه الحمد لله المردود كان سريع قوي بعد النسخه الاولى. التسويق حصل لمدينه العالمين بطريقه ايجابيه جدا، والمردود كان سريع لان وزير السياحه كان موجود من كام يوم بيتكلم فيه اكتر من 100 جنسيه جم على مدار الموسم ده، بس مظبوط. تقريبا 104. هبه انا عايز اسالك، اكيد انت غطيتي مهرجانات اشكال والوان، صحيح يعني اكيد خلال مسيرتك كان في كتير في طريقك من المهرجانات. صحيح. انا عايزه اعرف رؤيتك بقى كاعلاميه، ايه اللي مختلف في العالمين، مهرجان اكبر العالمين؟ حاجة او اكتر شيء ممكن تقولي ان هو مختلف عن اي مهرجان انا يعني اشتغلت فيه او غطيت فعالياته، التنوع اللي هنا. يعني انا مثلا قدمت او اشتغلت في مهرجان كان مهرجانات فنية في ماليزيا، يعني شرق وغرب، كل مهرجان شاركت فيه متخصص او حضرته هو متخصص في جانب او اتنين بالكتير. انا عن نفسي، ويمكن يعني صلحولي لو حد عنده معلومة تانية، ما حضرتش او ما شفتش مهرجان متنوع وشامل بالشكل ده، ومش بس قايم على الصناعة السينمائية، مش بس على الصناعة التلفزيونية، مش بس على الصناعة او المهرجان مثلا غنائي، لا احنا عندنا كل حاجة. طب انتوا قولوا لي شفت ده فين؟ يعني يمكن يكون فيه بس ما ينافسش مهرجان العالمين الجديد.